أعرب بودكاست تكلم العربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أرب بودكاست، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام عليكم سمونيادي تشانل أرب بودكاست دنيا الأستاذ شادي السيد. واليوم إن شاء الله سنبدأ في دراسة كتاب تكلم العربية الجزء الرابع. هريني إن شاء الله كمي أكمل مولاي بحسبكو تكلم العربية جلد إمبات. وسنبدأ طبعا في الدرس الأول من الكتاب وعنوانه في الجامعة. دان كتا أكمل مولاي دي بلاجران برتمادي بكو دان جدلنيا في الجامعة دي أونيفرستاس، أو هو الدرس 37 دي سيني بلاجرانيا نمر 37. طيب في البداية لدينا بعض المفردات. بدأ أول نيا دي سيني أدب براباكو سكتا. المفردة الأولى اسمها كلية، كلية جروسان تمام أو كلية. المفردة الثانية قسم، قسم يعني ممكن بجيان بمعنى قسم أو جروسان أيضا. إذا مثلا أنت تدرس في كلية التربية في قسم اللغة العربية، أنت بلاجر دي كلية بحث عرب كلية نيا بنديديكان جروسان بحث عرب. الثاني الثالثة مرحلة، مرحلة تنكت تنكت. إذا المرحلة الأولى الثانية الثالثة تنكت ينك برتما ينك دوا ينك تيجا. ثم تخصص، تخصص إذا خصوص. إذا أنت في تخصص اللغة العربية، في تخصص التفسير، في تخصص الحديث. جدي أند بلاجر دي علم إنسا جاء إتونا من يتخصص. أستاذ جامعي، أستاذ جامعي هو الأستاذ الذي يدرس في الجامعة. جاد بليو إتو جورو أتو أستاذ ين من جاردي أونيفرستاس. الدراسات العليا، الدراسات العليا إتو تنكتنجية، تنكتنجي دي بلاجران دي كلية، مثل مثلا اسدواء استيجاء هذه اسمها دراسات عليا. يتون من يسموها دراسات عليا اتس اتس. طيب الجمع لهذه المفردات كلو جمع انت كسكتا اني كلية، كليات، قسم، اقسام، مرحلة، مراحل، تخصص، تخصصات، استاذ، أساتذة. وهذا هو جمع المفردات. دان إتو جمع داري كوساكتا كوساكتا إني. طيب واجبك أن تصنع فقرة باستعمال هذه المفردات. جادي توغس أن دا إتو أغار جادي لانشار إتو أدالة أنتو من بيكين أتمن بوات باراغراف باكي كوساكتا كوساكتا إني. تمام. هذا أولا. السؤال عادة لهذه المفردات اسمه في أي. جديك لو برتانيا أن ينمو باكي كوسكتك وسكتك إنينا من يا في أي، في أي كلية تدرس، في أي قسم، في أي مرحلة، في أي تخصص. عند بلاجر دي كلية معنا جروسان أبا تنكت أبا جدو. طيب تمام بذلك انتهينا بجيتو كتسلسي. شكرا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا في الدروس القادمة وفي أمان الله. ترى ما كسيت اسم من دنجار كان دنجان بايك دان تونجان بيد بلاجان دبان. وفي أمان الله. أعرب بودكاست.
تكلم العربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.